انت مش علاقة ليه كده؟ راسك اتقل من جسمك. خلي بالك لا تنزلي زرع بصل. عايزة اعرف عابد هنا ولا في مكتبه تحت؟ انما يعني انت قعدتي تسرحي بيا وتكلميني عن قصة الحب والغرام اللي هو عايشها معاكي وكده، بس انا من وقت ما جيت وانا ملاحظة انه لا معبرك ولا مستعنيكي. للأمانة هي مرة واحدة بس يعني بعتلك واتكلم معاكي كلمتين وخلاص. ما هو ده بقى اللي مخوفني، اللي محسسني ان هو بيجهز لي مصيبة. بقول لك ايه؟ ايه؟ روحي كده شوفيه في الدور موجود ولا لا. سامعة؟ ماشي. ولو امان همشي انا من الاوتيل. يلا. مفاتن. ايه يا اختي؟ هو الخديوي ما اتصلش؟ لا ما اتصلش. ما حدش بيحبك غيري. ربنا يديكي طولة العمر بقى. انت ايه حكايتك؟ تروح شغلك ليه اليومين دول؟ الراجل الكبير مهمشني من ساعة حواره مع غزل. بيمطرني حتة حتة بالطريقة يعني. بركات المحروسة يا سيدي. ايه ده؟ انت بالبيجامة ليه؟ أنا نمت هنا. ونمت هنا ليه؟ لما رجعت امبارح لقيت هوايدة قافلة أوضة النوم من جوه وما رضيتش تدخلني. نعم يا اخويا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ المشكله اني لما صحيت من النوم لقيتها قافله اوضه النوم وخرجت. شفت يا خرع؟ قلت لك من الاول البنت دي مش شبهنا، هيتعوجت عليك يا حلو. بس بقول لك ايه، يالا الحوار ده شكله في حريم. يعني حاجه شبه كده، بس اموت واعرف يا نزلت راحت فين. ارجوك يا مستر عابد، انا بجد محتاجه ارجع اشتغل، وحضرتك عارف كويس اني كنت ناجحه، وكان بيجي الناس البار هنا مخصوص عشان يسمعوني. لو تفتكر يا وايده انا اياميها قلت لك ما تسيبيش شغلك. عموما انا ما عنديش اي مانع، بس يهمني اعرف ليه عايزه ترجعي الشغل. عادي، ده الشغل اللي بحبه، وبعدين زهقت من قعده البيت. انت اكيد عندك معلومه ان غزل حتسيبني، فعايزه تامني نفسك بالشغل. غزل حتسيبني صح؟ انا عارف انك انت جيتي وقعدتي معاها كتير. قالت لك ايه؟ قالت لك كده؟ مستر عابد انت تفكيرك راح لبعيد قوي. انا مخرجه نفسي خالص بره مشاكلك مع غزل. انا مشاكلي دلوقتي كلها مع عماد. معلش يمكن انا افورت شويه في التفكير. الله، هو عماد ما يعرفش انك انت راجعه الشغل؟ مش فارق لي يعرف ولا لا، لاني مش هكمل. وارجوك يا مستر عابد اتعامل معايا على الوضع القديم. انا عرفت عماد بسبب شغلي هنا مش العكس. انا مش من عيله عبده زكريا. الموضوع ده فيه ستات صح عينه فرقة. مش هو بس، اغلبنا الحقيقه. المهم بس اللي يكون عارف عليك دي تبقى حلوه زيك، تستاهل يعني. عرفت يا مين؟ ايوه عرفت. مين؟ هي فين الحجزبونة؟ يا مس أماني، المس آد، يا أماني، يا أماني، يا أمان، يا أماني. إيه؟ في إيه بس؟ لا لا لا، مش كده يا أستاذة مفاتن، ليه الصوت العالي؟ وبعدين أنا اسمي مس أماني. يا أخت أنا جاية أقولك حضري العربية بتاعت غزل وماشية، لا أنا جاية أحكي ولا أضرب معاكي صحوبية. عموماً مستر عابد مدي أوامر إن مدام غزل ما تخرجش بره الأوتيل. بقى هو قال كده؟ طب يا اختي متشكرين، بس مالك يعني رافعالي حاجبك كده وشمتانه؟ صدقيني هقولها انك شمتانه، هقولها انك شمتانه كده ورحت رافعه حاجبك والبسمه اترسمت شفافه. يا ميس اماني، وان شاء الله هنمس يو عن قريب.
دي طلعت لي منين دي كمان؟ أنا عايزة أعرف، أنت لو خدت بعضك ونزلت دلوقتي، مين اللي هيوقفك؟ الجردات يا زكية. أوعي تغرك جتك دي، ولا تكوني فاكرة إن دي عضلات، دي هرمونات ياما، وبعدين ما تخافيش عليا، ده أنا من الصعيد وأفوت في الحديد. طب ابقي خلي حد يتعرض لك كده. الله يسترك، نقطينا بسكاتك، وطالما هو قال ما اخرجش يبقى مش هخرج، البادي جاردات هتوقفني. بقول لك ايه؟ انا عايزه افكر. انت بتشتتيني ها؟ بقول لك ايه؟ هاتي موبايلك اكلم نادين. شوف الهلومه دي كلها وطمعانين في بقت الغلبانه. كده بلش. تعال قبل ما تلعب ملاكمة لازم ترفع ايدك بس. امسك ده بني ادم، ده وشه. عايز تلعب هوك لازم دي تبقى قافله على وشك كده، وده بحرك رجلي مع جسمي كده. بص على رجلي كده، وده في مستوى وشي عشان اقفل وشي كده. جرب اتخذ. من امتى وانت بتحب الملاكمه؟ من ايام ما اتحايلت عليك عشان تلعبها وما كنتش حابب. عادي يعني، غيرت رايي. انت كنت فين امبارح؟ كنت مع اصحابي. انت بقالك كام يوم ما بتجيش المزرعه ولا بتيجي المكتب؟ انا الكلام ده مش عاجبني. عايزك في المزرعة بالليل النهاردة عشان في شغل. حاضر، هيجي. هو أنت مخبي عليا حاجة؟ حاسك مش مظبوط. أخبي إيه؟ أنا عايز أعمل حاجة هعملها، أنا ما بقتش صغير. بس ليه كبير؟ وأنت لسه صغير. وحتى لو كبرت تظهر لكبيرك. مش عاوز أسمع اللكنة دي تاني. بكلمك وأنا سمعت وبتقول إن أنا لسه صغير. أنا مش عارف ليه أنت دايماً عايز تشوفني صغير. انت ليه مش عايزني ابقى حاجه؟ يا افهم، انا بحبك زي عيالي ويمكن اكتر منهم كمان. حط في دماغك حاجه واحده بس، ان محدش في الدنيا دي يخاف عليك قدي. انا ظهرك وحماك. روق، هستناك بالليل، مستنيك النهارده. كمل.